وحول هذه المناظرة وانعكاسها على الأسواق العالمية ينضم إلي رائد الخضر رئيس قسم الأبحاث في إيكويتي جروب. أهلا بك رائد، شكرا على وجودك. يعني واضح أنه هذه المناظرة الأولى كانت ساحة معركة ما بين الطرفين على ما يبدو، اتهامات متبادلة، وجو بايدن وجه يعني رسالة لترامب بأنه كاذب، ربما يخدم مصلحة الاقتصاد على حساب انتشار فيروس كورونا. كيف قرأت المناظرة الأولى وأيضا انعكاسها على الأسواق، لأنه رأينا ردة فعل مباشرة بهذا الهبوط على الأسهم؟ يعني الوصف باللغة الإنجليزية كايوس، يعني اضطراب وفوضى بأعلى مستوياتها في المناظرة الأولى ما بين المرشحين لرئاسة الولايات المتحدة الأمريكية. وهذا يعني له دلالات ضمنية أن الوضع أصلا في الولايات المتحدة الأمريكية مضطرب بفعل فيروس كورونا والتأثيرات السلبية التي يضغط بها على الاقتصاد الأمريكي، وضرورة سرعة التصرف بالنسبة أكبر اقتصاد في الولايات المتحدة، اقتصاد الولايات المتحدة الأمريكية أكبر اقتصاد في العالم. ونرى مثل هذه المناظرة يوم أمس التي يعني صعب بشكل كبير استشفاف وجهات نظر دقيقة لكل من المرشحين، ويعني تبادلوا الإهانات أكثر من أن يكون هناك يعني وضوح في الصورة. ولكن ما تم يعني استشفافه، أولا يعني التأكيد على أن فيروس كورونا يعتبر مكافحته يعني أحد أهم النقاط الأساسية في جدول بايدن، وأحد أهم نقاط الضعف في يعني في إدارة الرئيس الحالي ترامب، وممكن أن يكون هو السبب الرئيسي الذي قد يعني ممكن أن يؤثر سلبا على حظوظ ترامب بالفوز بولاية ثانية. إضافة إلى نقطة مهمة وهي مرتبطة بأن هذه يعني هذه المناظرة أوضحت بشكل كبير بأن هناك اختلال في الأرقام وفي التقديرات وفي المصادر المرتبطة بالعديد من النقاط، سواء كان بالإنجازات التي حققها ترامب أو سواء كان بالبيانات المصرح بها. وهذا يعطينا نظرة يعني وإن كانت سياسية بعض الشيء، ولكن يعطينا نظرة أن ما بعد الانتخابات سوف تكون مرحلة صعبة جدا على كلا الطرفين. يعني ترامب في حال فشله ممكن أن يواجه العديد من التهم في هذه النقطة، وإذا ما نجح بايدن وبالعكس ممكن أن يكون ضغوط أكبر على بايدن في الفترة القادمة. إذن هي تمثل الفوضى وتمثل واقع الحال بالنسبة للاقتصاد الولايات المتحدة الأمريكية حاليا. نعم رائد، يعني الوظائف التي تحدث عنها بايدن أيضا 4 ملايين وظيفة خلال 3 سنوات، إلى أي مدى قد تعزز من حظوظه على حساب أيضا ترامب؟ لأنه أكيد معدلات البطالة، كما اتهم بايدن ترامب بأنه صار في ارتفاع بمعدلات الفقر البطالة خلال الفترة الماضية. يعني في نقطة مهمة جدا، دعونا نستذكر البيانات التي صدرت خلال الفترة الماضية من قبل أزمة كورونا فيما يتعلق ببيانات الوظائف في الاقتصاد الأمريكي. فترة ترامب كان معظم هذه الوظائف هي وظائف بدوام جزئي، وكانت وظائف أيضا يعني بدخول منخفضة نسبيا، ولا تعتبر يعني إضافات قوية لقطاعات مهمة في الاقتصاد الأمريكي. بينما بايدن يتحدث عن إمكانية أن يكون هناك خلق وظائف في قطاع الطاقة البديلة، خلق وظائف جديدة كليا في الاقتصاد الأمريكي، ويعني هذا بحد ذاته ما يحتاجه الاقتصاد الأمريكي في الفترة الحالية. بالتالي نبحث عن ارتفاعات أعلى في متوسط ارتفاع الدخول أكثر من أن يكون لدينا فقط عدد وظائف عالية ويعني نوعا ما إيجابية مرتبطة بالاقتصاد في يعني الاقتصاد الأمريكي، أنه عدد وظائف جديدة. نحن نريد متوسط دخول أعلى، وهذا ممكن أن يحققه بايدن في الفترة القادمة على حساب ترامب. طيب الدولار ارتفع، الذهب تراجع يوم بعد هذه المناظرة، هل الارتفاع يعني لفترة طويلة ممكن نشوفه على الدولار والذهب بعد عودته لاختبار ال 1900 دولار؟ رائد، كيف عم نشوف توجهاته مع ارتفاعات الدولار؟
أعتقد الدولار الأمريكي حقق ارتفاعات واضحة يوم أمس بظل هذا التوتر المرتبط بالمناظرة. ارتفاعات الدولار الأمريكي أصفها بأنها مؤقتة وليست دائمة، لأنها لا تدل عن قوة في الاقتصاد الأمريكي أو مرتبطة بقوة في داخله. نحن ننتظر حزمة تحفيز كبيرة جدا ممكن الموافقة عليها في الفترة القادمة ب 2.2 تريليون دولار أمريكي يمكن الموافقة عليها نتيجة المقاربة التي حدثت ما بين التصريحات التي أظهرتها رئيسة النواب أنها مرتاحة نسبيا لخطة وزير الخزانة بأن يكون هناك نوعا ما إيجابية في ما يتعلق بتمرير هذا الاتفاق. طبعا ذلك قد يخدم مزيد من الضغط على الدولار الأمريكي في الفترة القادمة. ما حدث على الدولار الأمريكي من ارتفاعات هو الطلب لملاذ آمن كعملة بحد ذاتها وليس ارتفاع أو قوة في الدولار الأمريكي بنتيجة البيانات الاقتصادية أو بنتيجة إيجابية التعافي في الاقتصاد الأمريكي. بالتالي ذلك قد يعزز إمكانية عودة ارتفاعات في أسواق الأسهم وعودة ارتفاعات أيضا في أسعار الذهب على حساب التخلي عن الكاش أو عن الدولار الأمريكي في الفترة القادمة. مع اقترابنا أكثر من الانتخابات ممكن أن يكون هناك طلب أكبر في الفترة القادمة للفرص المتواجدة في السوق واستغلال لأي ارتفاعات مقبلة. نشكرك رائد الخضر رئيس قسم الأبحاث بإكويتي جروب، كنت معنا من دبي، شكرا جزيلا لك على كل هذه التفاصيل.